رجيها انت رجيها انا قريب انا قريب من الاخر. اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة شعبير مباشرة من الدار البيضاء. اليوم كانت الجلسة ديال الملف القضية الشهيرة تهامي بناني استاذة زينب الخيار. شفنا المستجدات السلام عليكم استاذه زينب الخيار محامي بهيئة الدار البيضاء. اليوم حضرنا الجلسه ديال الضحيه بناني المختفي بناني التهامي نيابه عن والدتي اللي كانت معنا حياه العالمي. ولكن مع الاسف كنا جايين مهيئين على اساس يكون الملف جاهز للمناقشه، الا ان القاضي ان المحامون ديال الدفاع ديال المتهمون ما حضر حتى شي واحد فيهم. التمس من القاضي بان رحنا مستعدين، راه الزملاء اخبروني بانهم غايجيو باش نجهزوا الملف، ان انا القاضي قال لك لا كان خاصهم يجيو بحال الوقت العادي ديال بحال اي واحد خاصهم يجيو مع 9 ديال الصباح. لهذه الاسباب وسبب اخر ثاني، لان كانوا المحامون ديال المتهمين كانوا كيطالبوا بالمحاكمه عن قرب، الا ان السيد القاضي قال لك ما يمكنش يجيبهم لان النظر لان هذا الوباء كثر في المغرب ما يمكنش يجيو دابا، وتاخر الملف للجلسه ديال 26/1 في هذا الشهر ان شاء الله 2022 ان شاء الله. وبالنسبه لهذا الملف ديال الرشداء اللي دار الصباح، اما الملف ديال القاصر اللي معاهم نيس اللي كان متابع من طرف سيد قاضي التحقيق اثناء الاعتقال ديالهم في 2019 بالقتل اللي تاهو العمد، وتحل تفرقوا الملفين، الشطر الاول ديال الرشداء مشى بوحده لقاضي التحقيق الرشداء، والقاصر مشى عند قاضي التحقيق ديال القاصرين، الا ان السيده حياه ما كانتش كتعرف وما كانش عندها علم بهذا الميدان القانوني، ما كانتش دايره محامي ما عرفهاش، مشات خلصت مطالب مدنيه كيف كنقول دائما برسوب قضائيه عن القاصر وعن المتهمين، الا ان دلت رسومين معا الى القاضي ديال الرشداء. واليوم حضرنا كنا كما قلت سابقا باننا كنا غير صدفة عرفنا بأن هذا المتهم اللي هو قاصر، عرفنا بأنه كان دايز عنده جلسة واحد قبل ذاك الأيام الفارطة شي ثلاثة جلسات دازت، وحنا قلت لا غدا كاين ذاك القاصر راه هنا في الاستئناف، ولكن حنا ما عندناش حق نتنصبوا كمطالبين بالحق المدني، لأن كانت خروقات قانونية خطيرة. وملي دخلنا الجلسة ديك الجلسة الفارطة قلت القاضي قاد الموضوع مشكور من هذا المنبر، حنا خاصنا نديروا حنا نحضروا الوالده ديالو كشاهده، لاننا بالنسبه لها جميع الخروقات القانونيه كانت ضدها، لان القاضي التحقيق ديال القاصرين ما استدعاهاش ملي كان الملف جنايه في اداب لا جماعه جلسه التحقيق، وفي الاخر جنح الملف داه جرحي المحمديه وتحكم بالمحمديه في المحمديه، ما استدعوهاش في ضحيه، يعني ان كانت هناك تلاعبات وكانت هناك خروقات قانونيه خطيره جدا، لان ما بقاش عندها الحق تنصب كمطالبين بالحق المدني. واليوم في الجلسه السيد القاضي مشكورا كنعاود نشكر هذا السيد القاضي ديال القاصرين، لان كما ساعدنا المره الفارطه قال لنا تمسنا ابطال التحقيق، الا ان قال لنا لا غادي انا ضروري غنحضر هذوك المتهمين الراشدين باش ندير لهم مواجهه مع ذاك المتهم القاصر. ما يدوزوش على البعد غيجيبوهم غيحضروا. يحضروا مع لان ذاك الشيء اش داروا في الجلسه ديال اليوم باش تزامن 5/1 بالنسبه للرشداء، لان كانوا معلومين باش يحضروهم، وهو دار الاحضار من السج بالنسبه لهم نيز، يعني انهم من غيخرجوا من ديك الجلسه غيجيو مع الـ مع الـ مع الجلسه ديال القاصرين. وانا كنشكر القاضي وكنأكد لانني بان لي بان القاضي باغي يوصل الحقيقه وداير شي مجهود باش يوصل الحقيقه، نظرا لان الزميل ديالي قال بان ما كناش منصبين كمطالبين بالحق المدني في الابتدائيه، قلت لان ماشي الخطا ديالنا، خطا ديال القضاء هو اللي ما استدعاهاش، هي طرف مشتكيه من لازم هي الاولى تستدعى عادي يدوزوا المتهم، مستحيل في شي ملف جنائي ولا ملف جنايات ما يعيطوش على الضحيه. واذا السيد القاضي قرر باش ياخر لنا الدوره قال لي امتى تاخر الملف ديال الرشداء في 26/1 لان خاصهم يتزامنوا بجوج غناخرهم 26/1. وكنشكر تنعاود ثاني نشكر واحد القاضي واحد الملاحظه لاحظتها فيه باننا حنا
لان الزميل تاب بان احنا لسنا مطالبين بالحق المدني، يعني اننا ما عندناش حق نحضروا الجلسه. قلت لا انا كنحضركم وشاكون، ولكن قاضي قال لي غتخلصوا اش خلصوا المطالب المدنيه اللي كانت خلصت في التحقيق، ولكن احنا مستعدين نخلصوها، الفلوس ما كتهمناش غنخلصوها، لانه بغانا نوصلوا الحقيقه وبغانا باش تكون مسطره حضوريه لصالحنا، لانه حنا دابا ما بقاش عندها 100% ما عندهاش المطالب المدنيه ما غتحكمش بها، ولكن هو عطانا هذا القرار باش باغي يوصل الحقيقه حتى هو. سيدي مازال طالبوا بالخبره الجينيه؟ لا ما خرجش كنطلبوا بالخبره الجينيه. بالخبره على الهواش. دابا لاننا حنا علاش بغينا نتنصبوا كمطالب بالحق المدني، على الاقل باش نحضروا الجلسات وغنكيفوا المتابعه ديال المث، لان هذا القاصر كان ديك الساعه كانوا هما متابعين بقتل العمد. قتل عند كلهم، ولكن هو تجنح على اساس اخفاء معالم الجريمه، ولكن حنا راه كنعتبروش لحد الساعه بانه راه هو مقتول، حنا كنعتبرو بانه مختفي، وكنطالبوا بتعويض ديال 5000 درهم على كل يوم تاخير. لهذه الاسباب حنا غنحضروا في الجلسه الجايه، غنتنصبوا كمطالب بالحق المدني، وغنتلامسوا تكييف المتابعه الى الاختفاء والاحتجاز الى يومنا هذا، لان ذاك الدري القاصر كان تحكم على اساس عدم التبريغ، التبريغ باش؟ واش التبريغ بالقتل ولا التبريغ بعدم الاختفاء؟ حنا دابا تاح لينا القاضي الفرصه باش غنكيفوا المتابعه بالنسبه ليه هو، لانه خاصة نعرفوا حنا هذا هو، لانهم دايرين هما متابعين بالقتل عند قتل عند سميتو اخفاء الجريمه، هو داروا لي عدم التبريغ بالقتل، بالقتل العمد، لان حتى هو كان متابع بالقتل العمد، داروا عدم التبريغ. حنا دابا حنا اذا خاصة تكيف هذه المتابعه، غادي غنعرفوا لانه قاضي، انا على ما كيبان لي لانه باغي يوصل الحقيقه، هذه اليوم الناس يشوفوا واش كاين عدم التبريغ، لان حنا دايرين اختفاء واحتجاز الى يومنا هذا، لان ما عندنا لا جثه، ما عندناش معالم جريمه، ما كاينش اعترافات ديالهم كيقولوا ماتوا حنا، ولكن المره الاولى ملي تفصل الملف ديال الخاصه الملف ديال الرشداء، قاضي التحقيق اللي كان الجنايات حالوا على المحكمه جنحوا، باش من صفه جنحوا؟ واش على اساس اخفاء جثه؟ على اخفاء على عدم التبريغ بالقتل؟ حنا ما كنقولوش قتلوا، وهنا المتابعه اللي كاينه دابا لا سميتو بنت هذا الحدث عدم التبريغ باش؟ حنا ما عندناش قتل، ما عندناش جثه، ما نطالبينش حنا بان لان لك القتل خاصنا معالم ديال الجثه، خاصنا وسائل اثبات، خاصنا اعتراف، ما كاين عندنا حنا الاعتراف، كيقولوا ماتوا حنا، دابا حنا عطانا القاضي مشكور هذه الفرصه لانه باغي يوصل الحقيقه. وراه على شيء غير الحقيقه وحنا ما شفتوش، وزيدوا بالنسبه لسميتو غنتلبسوا تكيف المتابعه الاختطاف والاحتجاز، وغناكدوا على الهواتف النقاله، الهواتف النقاله ما كانش غيكون حتى شي حاجه، لان يمكن يقولوا لنا ما يمكنش نديروا الهواتف النقاله ديال الاشخاص الاباء والاولياء وده، ولكن لا حنا خاصنا ضروري جميع الهواتف النقاله، حتى ما قدرش حنا وصلنا في العلم في هذه التقنيات العلميه اللي عند الدرك واللي عند الفرقه الوطنيه، راه كيوصل اي حاجه بغاوها عن طريق الهواتف، لان الاصل من داكشي راه كان على عن طريق الهواتف. دابا حنا مستعدين للجلسه ديال 26/1 باش نطلبوا هاد الملتمسات كامله نطلبوها، وخاص السيد وكيل العام للملك خاصو يوقف لجانبنا، لاننا حنا هو اللي كيدافع على امن الدوله، هو اللي كيدافع على الشعب، هو اللي طرف خصم ديال المتهمين، هو اللي خاصو يوقف القضاء الواقف، اللي خاصو يرافع ينوض يوقف ويرافع ويبحث على هاد الدري اللي اختفى، هو اللي خاصو يعطي هاد الملتمسات ديال الهواتف، هو اللي خاصو يدير المسائل. حنا محامون خاصو يوقف لجانبنا باش يرفض لنا الطلبات ديالنا، حنا خاصو يكون قضاء واقف، لان قضاء واقف رافع وكيدافع على حقوق المواطن وحقوق الدوله، وراه كينوب على صاحب الجلاله نصره الله. لهذه الاسباب حنا راه مستعدين وغنبقاوهم حتى الاخر، لا ما بغاوش يديروا علينا حتى ما تمكنوش على شي حاجه، من حقنا نطلبوها ونديروا عن طريق اسبانيا ولا فرنسا ولا اي دوله كانت، المهم الخبره على الهواتف ضروريه، ماشي غير على المتهمين، هذاك ان عطاونا عجوج ديباش على شهرين ديال المكالمات فيها واحد جوج وراق، لا
خاصنا حنا نعرفوا جميع الهواتف تاع الاباء تاع كل شيء، اي واحد اتصلوا به، لان خاصنا نعرفوا كل شيء اللي دار الجريمه واللي خباها واللي كل شيء. ضروري غتكون في عندنا الناس الرشداء، لان الدراري كانوا صغار، ما يمكنش انا قدكم ما يمكنش ندير جريمه وغتجيني عاديه وغنمشي نخفي بهذه الحده من 2007 وانا ساكسه 2019 عن طريق الهواتف غادة مرتاحه عايشه في الدنيا عادي بحال ما وقع. كيخرجوا قال لك من برا وكيدخلوا وما عندهم عادي، يعني ما كانوش كيتصوروا بانه راه كاينين الناس اللي غادي يوصلوهم الحقيقه، راه كاين الله والوطن والملك.